هل حد من الجمهور قبل كده بعت لك مسج او طلب يتصور معاك وانت ما ردتش، او طلب منك مساعده وانت ما ردتش؟ كتير 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 بيبعتولي، بس والله لما بعرف احاول ارد على حد اقول له تعالى مثلا اتصور في النادي. في كذا حد جالي، بس في ناس كتيره برضو ما بعرفش ارد عليها للاسف يعني. وبالنسبه لموضوع المساعدات، خلي بالك احنا هنا ممكن في النادي عاملين مخلين حد مسؤول عن الموضوع ده، واحنا كلعيبه بنحاول نحل الموضوع ده، لان برضو في ناس كتيره ممكن ما تبقاش تستحق ان حد يساعدها. انت عارفه دلوقتي في ناس بتستغل بتستغل بشكل كبير طبعا. جدا، فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر ان الناس اللي بنساعدها تبقى حد موثوق فيه وبيجيب لنا اثباتات كتيره ان احنا نقدر نساعده. فالنقطه دي احنا مخلين حد متخصص فيها، فهي الموضوع بيجي كده يعني. بصراحه لو حد من لعيبه فرقتك وصل لك كلام انه بيتكلم عليك من ورا ظهرك وكلام صعب جدا، هتروح تواجهه ولا هتتجاهل ولا كانك سمعت حاجه؟ لا، ممكن الاثنين يعني. ممكن اواجهه على حسب الشخص ده ايه، على حسب معزته بالنسبه لي يعني. وممكن اتجاهله ان انا احس ان هو بالنسبه لي هو مش فارق معايا يعني، بيرجع لقيمه الشخص عندك. على حسب الشخص ده، الشخص ده مين يعني. لو هتجاهله زي ما بقولك، لو هو بالنسبه لي حد مش مهم، فانا مش هلومه لان هو مش فارق معايا. لو حد بالنسبه لي من الناس اللي بحبها وقريبه مني، لا ممكن هواجهه طبعا يعني. طب هتتجاهله خلاص بقى، اللي هو ما فيش اصلا علاقه ما بيننا خالص ولا يعني. بص انا عندي مشكله ان انا لما بقفل من حد بقفل جامد. ممكن اقفل جامد يعني، بس هيبقى بالنسبه لي اللي هو احنا العلاقه ما بيننا شغل يعني. تزميلي في الملعب وفي النادي، فاحنا المصلحه اللي ما بيننا شغل بس، مش اكتر ومش اقل يعني. طب لو رحت واجهت هتتخانق ولا هتقول له حصل كذا كذا كذا؟ لا، مش هتخانق، هقول له حصل كذا كذا وهعرفه ان انا عرفته، فهو طبعا اوريدي هيبقى شكله وحش جدا. فبس يعني انا بالنسبه لي ده اللي هو انا هخلي شكلك وحش قدامي وهعرفك ان انا عرفت. على حسب برضو الكلام اللي وصل لي يعني. في كلام في الشغل لا، كلام صعب. لا، هواجهه وهعرفه ان انا بقول لك عرفته، وهتكلم معاه برضو، مش هتخانق معايا يعني. بصراحة بقى، ودي آخر حاجة، سر محدش يعرفه عنك هتقول النهاردة؟ سر؟ لا. سر أو حاجة محدش يعرفه عنك خالص هتقولها النهاردة؟ هسيب لك وقت تفكر. ماشي اهو. سر محدش يعرفه عني؟ كارثة عملتها وانت صغير بقى وانت كبير، حاجة قلتها مثلا لحد وفي السكرتة كده وتقول له لا خلاص بيني وبينك؟ طب ما كده خلاص، انت كده بتبوظي الدنيا. لا، احنا عايزين نبوظ الدنيا بصراحة. لا، الموضوع صعب والله. انا احساسي بيقول انك كنت شخص مشاغب جدا. يعني في كارثه، جدا في كارثه. كنت شخص مشاغب جدا. أيوة، وانا صغير. في كارثه عامه. اكيد في كوارث كتير. بصي، خدت عربيه يعني مثلا، من ضمن الحاجات، خدت عربيه والدي وهو نايم وانا صغير. ودخلت في عمود، جبت العربيه نصين. والله. طب انت حصل لكش حاجه؟ لا، الحمد لله ما حصليش حاجه. وبعد كده جبت ناس من صحابي رجعنا العربيه مكانها وهي نصين، وهي مخبوطه في عمود من قدام يعني، متاخده كده من النص. ورجعت كل حاجه ونمت، وصحينا الصبح بقى والدي اتفاجئ، فالعربيه اتخبطت وهي واقفه. ايه ده؟ ونزلت مصدوم برضو معاه جدا. الحقوا العربيه. طب ومين؟ ايه ده يا جماعه اللي حصل ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي خبطه. فدي كانت كارثه. هو تقريبا اول مره يعرف الموضوع ده، هيقتلني لما يسمع. اول مره يعرف النهارده؟ طبعا. لا، لازم تقول يعرف خالص. هو اكيد هيتفرج، بس محدش يعرف خالص المعلومه دي. بس خلاص، انت ورطتيني بقى، مش مشكله. مش مشكله يا كابتن فدانا. مش مشكله. طيب، الفقره دي فيها مواقف، بس هيكون في كل موقف معاك شخص واحد بس هتختاره، من فرقتك او من بره الفرقه، كلهم لعيبه كوره. لو بتنقل من بيت لبيت هتكلم مين يساعدك؟ كلهم لعيبه كوره. كلهم لعيبه كوره. لو بنقل من بيت لبيت هكلم دوشه بقى وحاجات بتتنقل بقى، هكلم مين بقى هيرو كده؟ هكلم احمد علي. لو رايح حفله 5 ستارز ولعيب واحد بس اللي هتاخده معاك، هيكون مين؟ ابراهيم صلاح. لو نفس الحفله الفايف ستارز ومحتاج تاخد بدله شيك جدا وما عندكش وقت تشتري، هتستلف بدله من مين؟ شياكه بقى واناقه وكده. محمد الشناوي. طبعا. مسافر عشان تغير جو وتفصل، واحد بس اللي هتاخده معاك يغير مودك، مين؟ حسن الشامي. دمه خفيف بقى. حسن بيطلعني من اللي انا فيه على طول. عايز تخرج مع مراتك خروجه رومانسيه وكده،
لعيب واحد هتكلمه يقعد مع ولادك، تثق فيه بقى مع ولادك ما يدمرهمش. يا نهار ابيض، دي صعبه قوي. انا محتاج حد بقى كويس بقى. جدا. حد كويس يجي. احمد عادل عبد المنعم، انا عارف ان هيدمرهم بس مش مشكله، هيقعد يلعب معاهم. احمد بيحب الولاد هيستحملهم يعني. حتى هيستحملهم. طيب ماتش هتختار فيه حد يلعب مكانك وتكون واثق ومطمن جدا انه هيلعب وهيأدي زيك بالظبط. اي حد عامة؟ اي لعيب كورة. اي حد. ايمن اشرف. هتكون واثق انه هيلعب؟ طبعا. مدير اعمال يدير كل شغلك، ممكن يبقى مين من اللعيب؟ يمسك بقى الاكونت بتاعتك، كل يرد على الناس، كل حاجة بقى. شريف اشرف. اتحبست في الاسانسير لمدة 10 ساعات ومعاك موبايل، هتكلم مين 10 ساعات دول؟ هكلم احمد السيد. كلام معاه مش ممل او اينو يعني، واحد فيهم. واحد فيهم. يعني ممكن اتكلم معاه يومين عادي. عادي ما بتزهقش، مع ان على فكره الرجاله بتزهق من كلام في الموبايل. لا لا جدا. لا، احمد سيد واينو بالنسبه لي ممكن اتكلم معاهم يومين ما زهقش خالص. في الفقره دي معانا 3 كروت، كارت اصفر وكارت احمر وكارت اخضر. هقول لك حاجه وتجاوبني عليها. كارت اصفر بتدي انذار لمين من الوسط الرياضي؟ اي حد يعني؟ من الوسط الرياضي. اي حد من الوسط الرياضي. شخص. شخص. صعبه دي برضه. كابتن انت كل الاسئله اللي معانا كده صعبه. صعبه قوي والله. انت قلت لي قبل الحلقه انا صريح وما ماشي بخافش. انا صريح وما بخافش وكل حاجه، بس في ناس ممكن الناس مش هتاخدها كده يعني. انذار، كلنا بندي انذار ساعات. هو انذار ليه؟ عشان عمل ايه؟ عشان ضايقك، قال تصريح ما عجبكش، مثلا مش عاجبك طريقه تفكيره في حاجه معينه. مش عارف والله. ادي لمين؟ ادي ل حد مثلا ممكن يبقى شقي في الملعب عايزه يركز. انذار. لا، حد شقي في الملعب لا، في كتير. ممكن برضو من اي فرقه؟ من اي فرقه. طاهر. طاهر محمد. طاهر. كارت احمر، بتطرد ظاهره ايه من الملاعب؟ غير يعني موضوع السن ده، انت قلت لي عليه. ظاهره ايه من الملاعب؟ اي ظاهره يعني يا حاج. اي ظاهره في الملاعب. طبعا شغب بتاع الجمهور. نفسي طبعا الامور دي تتحل، لان احنا بنعاني بقالنا فتره، فنفسي الناس ترجع تاني يبقى فيه هدوء كده، والناس كلها كل واحد يركز مع النادي بتاعه. عشان نرجع تاني. الموضوع ده فارق معانا جدا يعني. كارت اخضر، بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام وحاجه نفسك تعملها؟ في الرياضه بشكل عام. لا، المنظومه طبعا كلها اكيد بدعمها، يعني نفسي اكيد الرياضه تبقى احسن حاجه في مصر، و نفسي حاجه اعملها بقى. يعني قصدك ان انا اعملها في المجال الرياضي؟ في المجال الرياضي بشكل عام. لا، نفسي احط قوانين للعيبه زي ما بيتحط بره كده، ان اللعيبه يبقى ليها يعني يبقى ليها سلطه اكبر من كده، لان اللعيبه هنا في مصر مظلومه جدا. الانديه بتحط حاجات في عقود اللعيبه، وبتحط حاجات في اللائحه، حاجات ضد اصلا القانون. فاللعيب اوقات كتير بيتاثر، والانديه بتيجي على اللعيبه بسبب الحاجات دي. فنفسي الحاجات دي تتنظم بشكل اكبر، بحيث ان اللعيب يبقى يعني قوي اكتر من كده، لان اللعيب في المنظومه انا شايف ان هو حد ضعيف، والانديه على طول بتيجي عليه. فالنقطه دي نفسي اصلحها يعني.